زبون اهم شيء دي يعني معلومات انت الين زهمه كثير. اخر يوم لازم كله ابقى نفر يعني سيل ملابس يعني سو قول يعني اليوم في 14 ساعة لازم لازم زعلان هو عتي مواد لازم نفسه خيط يعني ما في خيط بعد مشكلة. هذا هو ابقى يعني عتي مواد بعد ليت هو ابقى قبل ليت خلاص ما في فادي ما تي يعني خيط يعني في فادي انا صلى ما في كلام سيدا يعني هذا يعني مشكلة يعني هنا يعني كثير يعني ايو سي اصل يعني لي لي هذا يعني مشكله يعني كثير يعني ايو سي انا اتي علم كله سي يعني برضو يعني ابغى لي وش لي يعني هذا انا 24 سنه يا اخو كل ما اتي يعني في ناس كل ما في سيم سيم في نفر اتي هديه برضو اتي نفر يدي جاي كده برضو لا الهين هذا طول نقيس قم نقيس هذا بن صغير هذا خياط هذا طول نقيس أرض نقيس بس سوغول أبغى الهين أنا أسرة سنة فوق سوغول الحمد لله كويس هذا زبون الحمد لله كويس الهين رمضان هذا سوغول ميا ميا انا ابغا كله سي ابغا ورغا ابغا ديت لازم الهين ابغا سبع تاريخ هذا انا كلام ابغا اثنين يوم لازم هو تاريخ كلهم خيات ابغا رمضان لازم اتلف نفر وايد نفر ممكن جنجال هنا لازم هذا رمضان جاي كده يجي هذا كل الهين ما في موجود هنا ابغا كله خيات هذا سيل هذا جديد انا تعليم هذا هند ابغا تعليم هذا لازم تعليم بدون تعليم كيف يجي و يجي هذا مودل سورة زوال و أول كلام أبغى أنا في معلوم أنا كلام معلوم أنا سوغل ما في معلوم أنا كلام ما في معلوم ما في خمسة ريال ما في الهين سوغل هذا بس عشرة ريال عشرين ريال جاي كده يجي هذا